ده كابتسيبي كان موجود في المنتخب، ودي حاجه مهمه جدا، واعتقد هتكون حافز كبير ان شاء الله لهؤلاء اللاعبين في المباراه المهمه القادمه. معانا الكابتن سمير على التليفون. مساء الخير يا كابتن مصر. حازم ازيك حبيبي؟ ازاي حضرتك يا كابتن سمير؟ نسعد دايما برؤياك ومشاركتك مع اللاعبين يا كابتن سمير. الله يخليك يا حازم. والله انا دعيت من وزير سهر ابو زيد، ودعيت من رئيس الاتحاد واعضاء الاتحاد، وكنت في الحقيقه متردد ان اروح ولا لا، بس لقيت نفسي ان انا كان لازم اشارك نص اللعيبه دول اللي كانوا معايا طبعا في الفتره اللي فاتت الحقيقه. ورحت انا لسه داخل على فكره، راجع من هناك دلوقتي حالا يعني، انما قعدت الحقيقه وقابلت لعيب لعيب واتكلمت مع لعيب لعيب، والحقيقه انا شايف الروح المعنويه كويسه جدا يعني. وكل اللي قلته الحقيقه ان احنا الفتره اللي جايه محتاجين الماتش بتاع غانا ده مهم جدا، مش مهم لمنتخب مصر بس ولا لاتحاد الكوره، مهم للشعب المصري. يعني ده بينقل الناس لحاجه تفرح، وحاجه بقى الظروف اللي احنا عايشينها اليومين دول دي هتلاقي الدنيا اتغيرت خالص. قعدت طبعا قابلت برادلي، وكان المقابله بتاعته كانت كلها يعني حب وعناق الحقيقه. وشايف وسلمت على الجهاز كله، قعدت هناك قعده طويله حوالي ساعه ساعه ونص، وشايف ان الروح المعنويه مرتفعه جدا جدا جدا. وطلبت من الاعلام كله اللي كان هناك، ارجوكم بلاش نتكلم في حاجه غير شد حيلك يا بلد، يعني شيء مش عايزين بقى ايه، اصل المكافاه قليله اصلها كتيره. يعني هو النهارده منتخب مصر ده لو رجع وهو كسبان غانا، ده كل الدنيا تتلف حواليه وكل الدنيا تدفع اللي هم عايزينه. فعايز قلت انا الرئيس الاتحاد والسيف والناس اللي موجوده والاعلاميين عايزين ايه، نركز في ماتش غانا. وحتى اسعدني قوي طاهر ابو زيد وزير الرياضه كان عندي امبارح، النهارده قال انه مسافر مع المنتخب، وده خبر كويس جدا جدا. هيسافر يعني معاهم على نفس الطياره من يوم الجمعه بالليل فندم. يعني هيركب معاهم، يعني هيقعد الاربع ايام، ده مسافرين يوم الجمعه وماتش الثلاث، هيقعد كل ده معاهم، واخد الحقنه كل حاجه، فحاجه كويسه جدا انه يبقى جنبهم. ويمكن لو حصل ان شاء الله بعون الله ان احنا نوصل كاس عالم، هيبقى طاهر ابو زيد اول لعيب كوره يلعب في كاس العالم 90 ويفوز بكاس العالم وهو وزير، يعني ان شاء الله ربنا حلو يفوز بكاس العالم كمان، مش وصل يعني، نفوز ان شاء الله باذن الله. لا يفوز بكاس العالم، يصل لكاس العالم اول، هي كبيره بس تمشي برضه ان شاء الله ربنا يكرمك. فاكر 98 يا والله والله يا كابتن، جميله على الرغم المشقة والتعب، بس الواحد كان مبسوط جدا، وكانت ايام حلوة جدا جدا يعني. كانت ماتشات، انا على فكرة الفاينل ده من احلى كرة اتلعبت في تاريخ كرة القدم المصرية، يعني لانها كانت غير متوقعة يا كابتن سمير. خالص متوقع لينا الاداء ده خالص، واللي عمله حسن شحاتة بصراحة كمان انجاز طبعًا غير مسبوق، هو وجهازه الفني والاداري والطبي. بشكرك يا حازم جدا. كابتن سمير، شايف الجيل ده ممكن يحقق كاس العالم، يوصل لكاس العالم النهارده وانت حضرتك واقف في وسطهم كده، شايف ان هم عندهم يقين ان هم ممكن يوصلوا على فرقه غانا؟ انا حسيت يا حازم من المقابله بتاعت لعيب لعيب وكلامي مع برادلي ومع والجهاز الفني الطبي والاداري وكله، ان 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 الناس دي فعلا ما بتفكرش غير انها تروح تفوز في غانا. طبعا ده طموحات، انما الروح المعنويه في التدريب عاليه جدا. يعني لما تيجي مجموعه محترفين على مجموعه النادي الاهلي، على المجموعه اللي كان مختارها برادلي، يعملوا منتخب قوي جدا جدا جدا. شويه توفيق من عند ربنا، شويه اصرار وتحدي، نستطيع ان احنا نعبر هذه المباراه باي طريقه. وعموما في كره القدم يا حازم، يا هو يا اما انك تتغلب، يا اما انك تتعادل، يا اما انك تكسب. عايزين حاجه تخلينا لما يجوا هنا نقدر نفوز ونقدر نعمل نتيجه توصلنا لكاس العالم. كابتن سمير، يمكن حضرتك اخترت مستر برادلي من وسط 35 مدرب او سي في جالك حضرتك ومجلسك، ايه اكتر حاجه خلتك تتجه او الدفه تتجه الى مستر برادلي؟ ايه اللي انت شفته في مستر برادلي وشايف ان هو فعلا كان عند حسن الظن بيه في هذا الموضوع؟ والله انا قابلت، انا بعتوا لي سي فيز كلها بتاعت كل المدربين واستقريت على اربعه منهم برادلي، والاربعه جبتهم هنا قابلتهم يعني. منهم برادلي، لقيت ان برادلي السي في بتاعه انه لعب كاس عالم،
وانه مش مدرب امريكا فقط، انما راجل عنده طموحات كبيره جدا. I'm going to World Cup، يعني انا رايح كاس العالم. فشدني شدني، والحقيقه يمكن انجز انجازات في ظروف صعبه جدا في مصر النهارده، لا دوري ولا كاس ولا جمهور ولا ماتشات ولا حاجه، وانه يوصل للتشكيله من هذه هؤلاء اللاعبين، انا شايف انه انجاز كبير جدا. النهارده كان عناق شديد معايا، انا ما شفتوش من زمان قوي يعني، انما على اتصال وقال لي ان شاء الله ان شاء الله وي ار جوينج تو ذا وورلد كاب. فالاصرار موجود عنده، فطبعا لعيبته عندهم اصرار اكبر يعني. انا وقعت دماغك مش كده؟ لا بالعكس، انا نفسي تقعد معايا الحلقه كلها والله يا كابتن سمير يعني. الله يخليك. لكن انا يعني عارف الحياه المشروع صعب والدنيا حر شويه. انا بشكرك كابتن سمير، شكرا جزيلا. ان شاء الله نشوفك كده في ماتش العوده بقى في الاستاد منور كده، واحنا بتوصل كاس عالم باذن الله ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن سمير، بشكرك شكرا جزيلا. وده يمكن ده كان اول لقاء، الكاميرا اللي جايبه لنا ده كان اول لقاء مع